مروة، انتي من ضمن احلامك انك ترجعي بميدالية إن شاء الله. من 2024. هل انتي بتقري عن الناس اللي هيقابلوكي هناك؟ يعني عارفة قلقانة من مين من اللعيبة اللي انتي ممكن تبقي قلقانة منهم، قوتهم، فريق اني دولة ممكن تبقي حاطاه في هو دماغك انا من اكتر؟ بعد ما انا بدات اللعبه وانا بدات يعني اصرش على الرنكات وعلى الارقام بتاعه الدول المنافسه ليا، اولا انا شفت دول افريقيا الاول لان انا كنت رايحه بطوله افريقيا اللي انا حققت فيها الميداليه الذهبيه. كسحتيهم يعني. الحمد لله الحمد لله. الواحد كان قلقان ها لان كانت لسه اول مرحله هم واول بطوله مصر تطلعها في التقديف في التأديف. طيب للبارا اولمبيك. في باريس، مين الفرق اللي انت ممكن تبقي قلقانة منها؟ هو انا يعني الحمد لله ان انا بقالي 6 شهور او اقل ان انا في اللعبه دي، فهو ان شاء الله لو انا ان شاء الله يعني انا دوست على نفسي وبطلت لعب وسهر بقى والجو ده. لعب وسهر؟ هو انت بتعملي حاجه غير انك انت بتنامي الساعه 8؟ لعب وسهر ايه يا بنتي؟ هو انت بتعملي لعب وسهر؟ لا ان شاء الله نعمل ميدالية بإذن الله باذن لان الله انا رقمي قريب منك تحققي ان ميدالية. شاء الله. بصي انا فخوره جدا بيكي، وعايزه اقول لك على حاجه. يعني في ناس كتير جدا ممكن يكونوا اصحاء اكتر ما بيعملوش ربع اللي انت بتعمليه، ان كان لنفسك او لبلدك، لان حقيقي انت مقرره انك انت تجيبي حاجه بإذن الله تحط مصر في مكانة تانية مختلفة، فده لازم بإذن احنا الله. نقول لك ميرسي احنا جدا بإذن عنه. الله انا والدبل بتاعي دوت كابتن علي الزيني، هو معايا في نفس المركب ان شاء الله. يعني احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا وان شاء الله هنرفع علم مصر في باريس ان شاء الله، وان شاء الله بعد ما ترفعي على مصر تيجي هنا تاني عشان بإذن نحتفل الله بيكي. بإذن ان شاء الله. الله. بشكرك يا مروه، ميرسي جدا ميرسي جدا قوي جدا. لحضرتك. وده سلوى، يعني انت لو الام بالشكل ده فانا مش مستغربه ان مروه تطلع بالجمال ده. ربنا ربنا يكرمك يا يديكي رب، الصحه انا سعيده ويخليكي جدا لبناتك. ان كنت على قناه النهار الله يخلي وكنت مع حضرتك الاستاذه مفيده يا الشيحه، فندم، ده فيعني شرف ليا نفسي والله. اشوفك من بقالي كتير، نفسي اشوفك حضرتك يعني. كتر الف خيرك، الله تحياتنا يخليك. ليكم. شكرا ميرسي لحضرتك. جدا على وجودكم.